مساء الفل يا زعيم، واسبوع جديد وكل سنه والناس طيبين، وعيد عمال وعيد عمال مجيد، وشم نسيم مليان بالفسيخ والملوحه والحاجات الحلوه دي. وعشا كفاح الطبقة العاملة، هللويا. ايوه، وطبعا كل سنه وكل الناس طيبين بعيد القيامه. يعني انا بهزر، موضوع عيد العمال ده مش انا اللي عامله، هم اللي عملوه هم مش اللي حد. غيروا، ده غيروا ايه؟ العالم كله بيحتفل ب 1 مايو، هم عملوه 2 مايو. ايه اه لا، الحلاوه دي؟ عملوه خمسة، عملوه 5 مايو. 5 مايو كمان؟ لا، ماشي. والمشكلة ان كان في ناس بتدافع، يعني في ناس يقول لك ايه، علشان يبقى الاجازة داخلة في بعض، داخلة في بعض ايه، يوم الحد ده المفروض لو انت عايز تعمل بريدج يبقى تاخد يوم السبت، مش يوم الحد، لان السبت مش اجازة في مصر. لا، ده على اساس الانتاج مقطع نفسه. اه لا، ما لا، انتاج اليابان مثلا لو اه عملوا لا، احنا بص، احنا ربنا بيبعت، احنا عايشين بمبدأ الحمد لله وربنا يبعت، انما بس انت شفت اهو اسمه ايه ده، الاحتياط المركزي بتاع البنك المركزي وصل 40 مليار، ألف منين ما مبروك. تعرفش، بس ماشي يعني، ما بس حدش احنا بيقول. لسه بنستلف برضه، بس قشطة يعني، ماشي. احنا ماشيين، خلينا في المهم احنا الامان. عندنا مواضيع كالعادة كتير، لأن اه يا اخي، انا نفسي افهم بجد يعني، انا كنت بفكر فيها قبل ما نبتدي، احنا كل اسبوع عندنا حاجه يعني اوت اوف ذا سبيكترم، يعني مش موجوده في اي مكان في العالم. يعني انا متابع، يعني ما فيش مثلا الا يمكن امريكا لما يبقى فيها ازمه زي ازمه حقيقيه، او روسيا فيها حرب او حاجه زي كده، انما احنا دوله نايمه يعني. كل احنا اسبوع يعني، احنا كل اسبوع بيطلع لنا حاجتين ثلاثه كده، لازم الشعب يقعد يهري ما ويرغي. يقومش، لا، وبعدين وحاجات كبيره يعني، مره يطلع يقول لك اتعلموا كمبيوتر ولا اتعلموا حوسبه، ومره مش عارف قبل كده كان في قبل كده كان في مصيبه برضو الاسبوع اللي قبله. يعني كل اسبوع عندنا حاجه ولا اتنين. ما ده علشان البرنامج يستمر، انت عارف البرنامج لو ما فيهوش ما مش هيستمر. هم احنا غالبا بيساعدونا، بيدونا المادة الخام للهرتلة علشان احنا نطلع كل اسبوع نتكلم، واحنا مفيش هرتلة هنطلع نقول ايه، ما احنا مش هنقول حاجة. وانا احب احيي جدا الخمسه سته اللي مصممين اتفرجوا علينا، بسم الله ما شاء الله، احنا ضربنا ال1000 مشاهده المره اللي فاتت. انا مش فاهم ازاي، ولو حصل حاجه اقول لهم ما اعرفوش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يعني ارجو من الناس اللي عايزه تخش تدافع عن اللي بيحصل في البلد، او وحتى على الفيسبوك او كده، انه يقول راي، يعني يقول حاجه، ما يشتمش يعني، خش يقول انا ممكن اسمعه، يعني يقول لا اللي هو عم بيعمله ده صح علشان كذا كذا كذا، انما ما يخش يعني. النهارده مثلا علقت على حكايه اللي بيحصل في رفح، فلقيت هوجه راح اطلع عليا، طبعا اللي هو هاموش النت ده، قال لك ايه يا عم، روح امريكا بلد الحر. يا ابني انت مالك، تين ام امريكا وما انا بقول لك اللي بيحصل في سينا مصيبه، تقول لي روح امريكا؟ ماشي، ما انا في كندا، حصل ايه بقى لما سبتها لكم؟ حصل ايه؟ ما بالظبط، هو هتلاقي اللي يعني، يعني عارف، انا بتضرب عليا نار من ناحيتين، ناحيه سياسيه وناحيه دينيه، فتلاقي كل كلنا يعني الضرب جاي من كل ناحيه. لغايه دلوقتي الحمد لله ما بتكلم في موضوع علمي، لسه ما فيش ضرب، بس يعني. هم لسه ما شافوا، ما لسه الجماعه اياهم ما لقوكش لسه. ايوه، المهم يعني ان الناس دي، انا اعتقد ان لو هو مش مستفيد، هو بيحاول يطمن نفسه او بيحاول يخدع نفسه ان الدنيا كويسه واللي بيحصل ده صح ومفهوم وكلام. مستفيد ايه؟ البلد ما فيهاش خطين على بعض، لا، قشطه. ما هو برضو خلي بالك ان في قطاع مش قليل عندهم خوف جامد قوي من التيار الديني، والله يعني ابدا بيقول لك مش احنا كده. لا نستحمل الخرا ده احسن بكتير من لو جيت التيار الديني، مع ان لا هو لا اصلا اللي موجود دلوقتي هو اللي بيصدر لهم التيار الديني، لان هو عارف ان دي اللي موجود دلوقتي أسوأ أشكال التيار الديني، يعني اللي هو المنافق، واخد بالك؟ وبعدين الناس اللي انا بقول عليهم دول، بخش انا ما بردش على حد الا لما ببص على الصفحه بتاعته، اذا لو كنت ابقى اعرف انه ده لجنه وطز فيه بقى وخلاص، او اللي كاتب لي فارس الاسلام ولا حسناء الغربيه وبتاع ده بطنش عليهم تمام. انما لما لو حاطط اسمه، بص
طيب ماشي، خايف من التغير الديني، ما هو حاطط صورة الشعراوي وحاطط آيات وقرآن وبتاع، هو الراجل متدين. طب انت حتى انت خايف من ايه؟ يعني او ايه بحس كده ان في حاجة انا مش قادر افهمها فعلا. يعني انت هو مش ايه؟ خايف، هو خايف علشان الإعلام أيام الإخوان وكده فهموا إن كل مشاكل البلد سببها الناس أبو أم دقون دول اللي هم بيقطعوا الكهرباء، ودلوقتي الكهرباء بتقطع، عندهم أزمة بنزين وهم اللي بيعملوا، ودلوقتي يعني أسعار البنزين عالية ولسه هتعلى، هم اللي غلوا الأسعار، هم اللي هيكبتوا الحريات، هيخفضوا الجنيه وبتاع. هم اللي بيمنعوا بناء الكنائس، ودي حاجة برضو احنا محتاجين نتكلم عليها، ان هو في الظاهر ان النظام ده بيتعاون مع المسيحيين، بس هو في الحقيقة هو بيتعاون مع المسيحيين في الحتت اللي ما فيهاش مشاكل، يعني هو بيروح يبني كنيسة في الصحراء، ماشي، ما هو ما فيش حد يعترض. محدش هيروح، لا هي ولا جاي. ولا المسيحيين حتى بيروحوا، ممكن يدي تصريح لتصليح كنيسة أو إن هي تعمل منشآت في مصر الجديدة ولا في مدينة، يعني في منطقة راقية، لأن ما فيش ضغط شعبي في المناطق دي، إنما هو يجي بقى عند منطقة زي قرية الفواخر في المنيا أو أي قرية في الصعيد أو في الدلتا، هتلاقيه مطنش تماما، هو سايب الدنيا تولع بقى، اللي يولع يولع واللي ما يولع يعني كل وانت مالكش دعوه، فهو ظاهريا هو الرئيس بيروح يعايد عليك في عيد الميلاد علشان عيد الميلاد هو معترف بيه، انما هو عمره ما هيعايد عليك في عيد القيامه، لان عيد القيامه بالنسبه له ده مش من الدين، فهو اصلا اللي ماسك البلد دلوقتي هم المتدينين، المتدينين يا ريتهم متدينين اللي تعرف تتكلم معاهم، المتدينين مدروشين اللي هم بيطلعوا لك جهاز الكفته علشان المعلم الكفتاجي اللي راح لهم قال لهم ده احنا ده انا حاطط حجر نبوي في الجهاز، فهو بالنسبه له كده الحجر النبوي ده خلاص كده الجهاز عدى، الجهاز زي الفل، تمام، اطلع خد رتبه لواء، يعني هو ادوا له رتبه لواء اللي هو الكفتاجي ده، انا مش عارف اسمه ايه او نسيت، أبعاطي أبعاطي. ابعاطي، اه ابعاطي، انا عايز اقول لك ان مراتي اول مره تشوفه في التلفزيون من غير بقى ما تعرف هو مين ولا تبع مين ولا ايه، قالت لي مين العبيط اللي طالع يتكلم ده، اللي هو ما ينفع، ده اخره ستاند اب كوميدي، انما هو علشان هو عارف يبلف اللواءات، ووزير الداخليه اللي وقتها كان المعلم الفيلسوف الكبير عارف يبلفهم بقى، اصل ده في حجر نبوي وده ما اعرفش ايه، الموضوع اخذ رتبه لواء، احنا بنتكلم في رتبه لواء، ودلوقتي العرجاني اللي هو شيخ منصر وحرامي وابن وسخة بقى رئيس اتحاد القبائل العربية، وهو ابن وسخة حرامي، يعني هو يا ريت حرامي، ده حرامي دي كلمة قليلة قوي، يعني لا الحرامي ده اقل حاجه. ده يعني وسخ جدا هو يعني. الكلام في الموضوع ده ذو شجون فعلا. يعني انا هحكي لك حاجه قديمه قوي قوي، حصلت زمان قوي. انا واحد من اصدقائي المهندسين بعد ما اتخرج بشويه كده، فحكى لي، احنا بنتكلم دلوقتي كده على الثمانينات مثلا يعني، ولا حاجه زي كده، انه هو مهندس معدات تقيله، فبيحطه وبيأجره معدات بقى، اللوادر والهزازات والحاجات بتاعت المناجم والمحاجر، وهو ده الشغلانه بتاعته. هو مهندس كويس، وبعد كده بقى بيزنس مان كويس. المهم يعني، ف بيقول لي ان من ضمن المصاريف بتاعته لما يأجر معده لمحجر مثلا، انه لازم يدفع فلوس للاعراب اللي حواليها علشان الحراسه. قلت له يعني ايه؟ قال لي عادي، هو شعب عشان يبقى ما يسرقوش، ما يخشوش يحرقوا لك حاجه، يسرقوا المكنه، يضربوا العمال بتاع، فانت لازم تراضيهم كل شهر كده، تتفق مع شيخ المنصر الكبير بتاعهم وتدي له قرشين، فيقول لك احنا بنحرس لكم المكان، ولا بيشوف حد منهم طبعا يعني. فقلت له طب انت في المنيا يا ابني باين، ولا كان ساعتها في سينا مثلا، يعني حاجات. قلت له ما انتش في كوع القرد، ما فيش دوله. قال لي لا ما فيش، ما فيش بوليس. قال لي لا ما فيش، والبوليس بيقاسم معاهم، والحكايه معروفه وماشيه كده وخلاص. اند ذاتس ات. فهو في حاله دوبان للدوله، والناس مش قادره تصدق حكايه الدوبان للدوله دي. هو طبعا في حاجات هتفضل موجوده طول عمرها،
انك هتروح مدرسه وهتعمل امتحان ثانويه عامه ومش هتاخد نمر ولا هتتعلم ولا بتاع، ده موضوع تاني، انما هيبقى فيه الشكل ده، ان هيبقى فيه عساكر مرور حراميه والمرور واقف ومش عارف ايه والدنيا بايظه، انما الشكل موجود، الشبهيه دي. انما دوله كدوله لا ما فيش. وبعدين بتتحلل بشكل، يعني من سنتين كان الكلام عن نخنوخ وانه ده بيورر بلطجي، بيورر بلطجي. احنا طول عمرنا بنعرف ان في بلطجيه في الانتخابات وانها بقت حاجه شبه مقبوله، يعني ان يبقى في وفلان عم معاه البلطجيه بتوعه، يعني ازاي ما تفهمش، ودي ماشيه والشرطه مطنشه. وبعدين طلع ان الشرطه بتتعاون معاهم، وطلع ان هم محسوبين على قوه الامن بتاعت الدوله، ان هم دول اللي طلعوهم في يناير. هم دول بيستخدموهم، طبعا بيستخدموهم استخدموهم. سواء في الايام العاديه از مرشدين، علشان هم اللي يخلصوا لهم الحاجات. يعني هو ما فيش ضابط شرطه هيضحي بروحه علشان يخش منطقه لابس، دي لا حاجه ما معروفه يعني. لا ودي حاجه انا فاهمها، بس الطريقه اللي هم بقى بيستخدموها هي طريقه وسخه. يعني هو بيأجر، مش بيأجر، هو عنده لسته بالناس المجرمين دول علشان يعملوا له الحاجه اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه، مش للهدف الصالح العام. يعني مفيش الصالح العام ده مش موجود. فكرة ان انا كدولة بشتغل علشان مصلحة الناس دي حاجة مش في اولويات الدولة خالص. هو الدولة او النظام هو هدف كل الانظمة بتاعت العصور الوسطى، الحفاظ على بقاء النظام او الحاكم. انما فكرة ان المجتمعات الحديثة بقى، ان احنا عندنا النظام من الدولة، من سوري، من الشعب وبيخدم الشعب، دي حاجة مش موجودة. يعني هم حتى ما بيقولوهاش، بطلوا يقولوها. يعني هم بطلوا. زمان كانوا مثلا شعار الشرطة في خدمة الشعب، قال لك دلوقتي لا، الشرطة والشعب في خدمة الوطن. يعني هو اصلا موضوع يعني علنية كده، ما في خدمة الشعارات النظام. بتاعت زمان دي انتهت. الشعارات اللي هي اللي كانت شعارات برضو ما اتحققتش يعني، بطلوها اصلا. فاحنا الاسبوع ده صحينا الصبح كده لقينا اسمه ايه بكري بيطلع ماسك الحديده المره دي، وبيكلمنا على اتحاد في سيناء بين القبائل. وبعدين الاتحاد ده بيرقصه واحد اسمه العرجاني، ابراهيم العرجاني. تيجي تسأل هو ابراهيم العرجاني ده كان بيعمل ايه، هتلاقي ان هو كان راجل، يعني مش كان هو ابن وسخ اساسا، راجل قذر، ماسك المعبر وبيعدي الفلسطينيين لو الغزاويين من غزة لمصر، بيدفعهم آلافات الدولارات. آلافات الدولارات دي بقى ممكن تختلف من مصدر للتاني، بس هو في الآخر مش أقل من 5000 دولار علشان يعدي الفلسطيني اللي عايز يطلع من غزة. او الاول والشاحنات اللي كانت بتخش، وقبل ومن قبل كده يعني كان معروف ان الشاحنات اللي بتدخل من معبر رفح بتدفع فلوس، بتدفع للعرجاني والرجاله بتاعته، والله اعلم بتتقسم ازاي يعني. ما بالظبط. وقال لك السيسي رئيس شرفي للاتحاد القبائل العربية. وبعد كده طلع بكري قال لك لا، دي مش ميليشيا، دول اعتبرهم فصيل من القوات المسلحة، ودول مش ميليشيا. الناس دي بتعمل ايه وهتعمل ايه وناوية تعمل ايه، لغاية دلوقتي محدش فاهم. بس هو كل المواقف السابقة اللي اتعمل فيها اي كيانات موازيه مسلحه جنب الجيش، بعد فتره بتلاقيهم بيضربوا في بعض. لا لا يعني انت اصلا حركه القاعده دي حركه مسلحه كانت مموله بامريكا، وفي افلام امريكاني اتعملت زمان كانت بتطلع الناس دي كيوت وجمال وحلوين وبيحاربوا الروس وحاجه اخر قصه. أول ما الروس مشيوا أو المهمة بتاعتهم انتهت، اتدوروا على الأمريكان. يعني هم عملوا أكبر عملية إرهابية في العصر الحديث في أمريكا، بتكنولوجيا وتدريبات ودعم أمريكاني من الأول. والمثل اللي بيقول لك اللي حضر العفريت يصرفه ده فعلا حقيقي. يعني هو
في ناس بتحضر حاجات والحاجات دي بتترن عليهم، بتدور تلف تخنق فيهم. عندك قوات الدعم السريع في السودان، عندك دلوقتي الحرب الاهليه دي حرب بين قوتين مسلحين، واحده اسمها واحده الجيش بتاع السودان، والتانيه اسمها الدعم السريع، ما اعرفش ايه قبائل بقى، بالظبط. برضه قبائل، قبائل يعني. هي فالنهارده اللي كانت فرحان، اللي فرحان بالخرا ده، او يعني اللي فرحان باللي اتعمل ده، محدش يعرف كويس كمان شهر ولا اتنين ولا سنة ولا اتنين الكيان اللي اتكون ده هيبقى كويس او في صالح البلد ولا لا. وغالبا هو معمول النهاردة لهدف ما، الهدف ما. في ناس بتقول ان السيسي خايف الجيش يقلب عليه، فعايز يبقى عنده حاجة مسلحة تقف قدام الجيش، وهو احنا اصلا ما عندناش جيش اساسا. يعني هو الجيش عندنا الحمد لله الناس اللي ماسكينه قرروا ان هو الجيش ده بيعمل كحك احلى من التصنيع العسكري، وبيربي سمك وبيبيع لبن وبيبعت الناس تشتغل في دار الدفاع الجوي تعمل افراح. فهو الجيش في مصر بقى جيش تجاري حقيقة، يعني بقى جيش أي كلام. انت لو دورت فيه على الناس اللي مخططين بجد، مؤسسة تجارية للربح لو انت دورت على الناس اللي المقاتلين بجد، هتلاقيهم ما يعدوش 1/10 من قوة الجيش ده. احنا انا كده كريمهم. وعلى فكرة الميليشياز، يعني في ميليشيات ممكن تهزم أي جيش نظامي، لان بيبقى الميليشيا بتشتغل في اماكن هم عارفينها كويس، والجيش ده مش شرط يبقى عنده نفس المعلومات عن جغرافية المكان. فلو حصل اي كلاش بين القوتين، الميليشيا حتى لو عددها كبير ممكن تبقى اقوى او ليها ضرر اعلى من الجيش النظامي. شفنا ده في حرب الاستقلال بتاعت امريكا. الجيش النظامي الانجليزي ما كانش، مع انه كان اقوى والمدرب احسن وكده، بس الميليشيات الامريكيه اللي كانت موجوده في اماكن كتيره كانت بتعرف، يعني هي اللي حسمت معركه حرب الاستقلال. يعني ايه الهدف وايه اللي بيحصل النهارده في سيناء؟ ده سؤال انا ممكن اسمع افكار مختلفه. واحده من الافكار دي ان هو بيحضر كيان يدعمه لو الجيش قلب عليه. ممكن في ناس بتقول انه بسبب اللي بيحصل في غزه، وان في احتمال ان اسرائيل تدخل سيناء. انا ما اعرفش طب الحقيقه. ولو دخل سينا هنوقف لهم ميليشيات بالظبط. وشباشب؟ ما بقول لك، وهو اللي بيحصل في سيناء برضو، سوري، اللي بيحصل في غزة ودخول الدبابات الإسرائيلية معبر رفح، أو المنطقة بتاعت معبر رفح دي، برضو مش حاجة مفهومة، لأن برضو نتنياهو عليه ضغط كبير. ولو وقف الاعتداء أو الحرب، غالبا هيتحول لمحاكمة عسكرية أو محاكمة في المحاكمة، وهيتشال وهيبقى في قلق. فهو من مصلحته إن هو يكمل في الحرب دي بأي شكل من الأشكال، حتى لو غزة ما بقتش فيها، يعني فيها ليها داعي إن أنت تستخدم القوة العسكرية. فالدنيا ملبشة، ومصر عايشة في حالة من الحالات اللي هو تحس إن كل حاجة مفكوكة. احنا زي ما في ناس بتتكلم دلوقتي على سينا واللي بيحصل والعرجاني واتحاد القبائل، في ناس مسكوا في حسام موافي علشان بس ايد ابو العينين، وناس بتهاجمه وناس بتدافع عنه، وفيلم كبير، وشوية معرسين عملوا مؤتمر في وسموا مجموعة اسمها تكوين. فتلاقي الناس برضو عمالة، في ناس بتدعمهم، معرفش ليه، مع ان هم معرسين اساسا، كلهم معرسين، مفيش ولا واحد فيهم راجل يقدر ينتقد اي حاجه. وكل اللي يقدر يعمله ان هو يقول لك الدين هو المشكله. الدين المشكله ايه؟ ما هو الدين جزء من المشكله، بس هو مين السبب في وجود الدين في الحياه العامه؟ استعماله صح؟ السياسه. هو في اي حاجه بتحصل
بدون ما تتكلم على الجانب السياسي في الموضوع. يعني دلوقتي الاقتصاد متنايم، ينفع تتكلم على الاقتصاد كده من غير ما تتكلم على السياسة اللي خلت الاقتصاد مهبد؟ ولا ينفع تتكلم على الدين وانت والسياسة هي اللي بتستخدمه، او هي اللي بتستخدم الادوات الدينية في الحكم؟ ما هو انت عايز تسمي نفسك تنويري، لازم ما ينفعش تتكلم عن حاجة وتقول لي هذه الحاجة الوحيدة اللي لو اتحلت الدنيا هتظبط. ما ينفع ابقى تبقى عبيط، يا اما بتستعبط ما ملهاش حل تاني، يا اما معرس بقى او حد مسرحك تقول الكلمتين دول علشان تعمل بلبلة وسط الناس وتخلي الناس تمسك في بعض علشان الناس تتلهي عن الحاجات الحقيقية. فهو الوضع في مصر فعلا وضع مش هيلثي، يعني مش لا لا خالص، مش هيلتي خالص. خالص. هو وبعدين ضجيج بلا اي معنى، يعني ما فيش حاجه بتتقال، وما فيش معلومات، وما فيش كل اللي تقدر انك ترصده هو التدهور المستمر. يعني هو ده الحاجه الوحيده، انما ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني انت مثلا في موضوع الـ اسمه ايه ده، العرجاني ده، في معلومة أنا معرفش مدى صحتها، بس إنها تخض، يعني إن العرجاني ليه علاقة قوية بدحلان. دحلان ده كان مسؤول الأمن في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو رجل الإمارات في منظمة التحرير. فهو هنا دحلان هو حلقة الوصل بين الإمارات وبين العرجاني. معرفش يعني، ما اقدرش اقول الكلام ده، انما اللي يقلقك ان هو نفس السيناريو اللي حصل في السودان. يعني السودان القوات التدخل السريع دي، اللي هي الميليشيا بتاعت الجنجويد بتاعت كردفان على ما اظن، ولا دارفور، مش فاكر، دارفور دارفور دارفور، بعد شويه بقت مدعومة من الإمارات، والإمارات هي اللي بتستغلها لتدمير السودان. أنا مش عارف الإمارات عايزة إيه بالظبط في المنطقة، في الحتة دي، عمالة تنعبش وتدمر اللي حواليها كده بشكل يبدو، عارف، زي الأفلام بتاع زمان، اللي هو الشرير للشرير، الشرير للشر. يعني أنا حتى بحاول أفهم، طب هم عايزين إيه؟ يعني هل إيه ده الاستراتيجية بتاعتهم إيه؟ أو هو هدفهم في الآخر إيه؟ داخلين يلوشوا في ليبيا، وداخلين يلوشوا في السودان، ودلوقتي هم بيلوشوا في سيناء، وبيدعموا اسرائيل ضد الفلسطينيين، وبعتوا لهم غاز، وبعتوا لهم اكل، ليه؟ يعني ده عشان ايه؟ في الاخر ده الحكايه كلها هم 100,000 ولا 200,000 وبس، وكل عام وانتم بخير. يعني لو حتى قالوا كفايه كده مش هنعمل حاجه، هم واحفاد احفادهم هيفضلوا عايشين كويس. فهو عايزين يبقوا دوله كبرى، مثلا 200,000 دول عايزين يبقوا دوله كبرى؟ ما مش فاهم يعني، يعني حاجة كده ظاهرة تستحق البحث يعني، ولا دي مافيا، ولا ايه، عندهم حاجة في الجو مخليهم كلهم مجانين، ولا مش فاهم يعني. يعني انا مش عارف، يعني انا ممكن افهم دولة كبيرة زي الهند مثلا بتتدخل في سريلانكا، ليها اصابع في الخليج، مش عارف and so on، لان دي دولة بقى بجيش يا راجل، ده جايبين قطع بحريه مش لاقيين لها بحاره. يعني اشتروا قطع بحريه، المقاله بتاعت الايكونومست، مش لاقيين لهم بحاره، ولا دي قطر، يعني ما فرقتش كتير، مش لاقيين لهم بحاره. هم الحكايه كلها 400 بحار مش لاقيين، ما عندهمش عدد ده في البحريه. فالمنطقه كلها شكلها يضحك، بس هو اللي في مصر، اللي بيحصل في مصر ده غريب جدا، يعني ضجيج بلا أي معنى، ضجيج وضجيج مؤذي بلا أي معنى، ملوش أي سبب. البلد حالتها زي الزفت، احنا جميع الإحصائيات والأرقام بتقول إن احنا في ديل النجمة، احنا في آخر الدنيا، احنا رقم 170 من 180 دولة، مش عارف في الصحافة، و122 من 124 دولة في القانون وفي التعليم، ما اعرفش ايه، وما فيش اي حاجة بتحصل في الحاجات الصح، بس في دوشة لدرجة ان انت بعد شوية تزهق. يعني انا فعلا زهقان الاسبوع اللي فات ده، زهقت يعني. يعني حتى السنس اوف هيومر ان انت تضحك على اللي بيحصل ده، ما فيش يعني. اتفضل، مصر رقم 170 على العالم من 180 دولة، 180 دولة هو عاملين عليها الدراسة دي، احنا رقم 170.
احنا رقم 122 من 124 دولة في سيادة القانون. التسريبات اللي مش تسريبات، الارقام بتاعت الميزانية الجديدة مرعبة. يعني انت الدستور بتاعك اللي احنا اتوافقنا عليه، انا اجيب لك الارقام بالظبط عشان ايه ما بقاش بهجص، انا بكره اول اللي بيفتي كده من غير ما يبقى عنده اي مرجعية للكلام اللي بيقوله. الارقام الدستور بتاعنا حاطط من ضمن الحاجات الكويسة اللي فيه، او يعني اللي المفروض انها تبقى كويسة، ان احنا قلنا في الدستور ان احنا هنص الدستور المصري اللي هو تم اقراره عام 2014، الحكومة يجب ان تلتزم بتخصيص نسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي جي دي بي للانفاق على الصحة. واخد بالك؟ الانفاق الدستوري على التعليم 4% من الناتج المحلي و2% على التعليم الجامعي، يعني 4% على التعليم الاساسي لغاية الثانوي و2% على التعليم الجامعي. اللي بيكذبوا في الارقام، يعني هم يقول لك ايه، شوف احنا زودنا نسبة الانفاق من مش عارف كم مليار لكم مليار. ايوه تمام، انما تلاقي ان هو اللي حصل فعلا ان نسبة للناتج المحلي قلت. يعني نسبة الانفاق على الناتج المحلي بتراجعت من واحد وربع، واحد وربع بس في الصحة، في مجال الصحة، الى 1.10، يعني نزلت من نسبة الناتج المحلي. ده الصح. التعليم نفس الحكاية، تمسك بقى تفقط الانفاق ده، المبلغ اللي هم حاطينه ده يطلع منه مثلا 45% رواتب للدكاترة، والدكاترة بتمشي، ما فيش رواتب، 60% منه رواتب للمدرسين. طب والفصول والتلامذة والأنشطة، لا انت بتدفع مرتبات، انت بتدفع إعانة، ما ده إعانة او إعالة للموظفين اللي عندك، سواء كان اسمهم دكاترة او سواء مدرسين، فما فيش اهتمام بيها خالص. هو ده الحاجات الأساسية، انما الدوشة اللي شغالة على طول تخليك يعني وبعدين يا جماعة، ما تركزوا في حاجة عدلة، خلوا الواحد يعرف يفهم شوية، يلاقي حد يكلمه، وما تبقاش الحكاية كلها إفيهات. يعني هم بيهرجوا فانت تهرج عليهم. يعني ال رد الفعل، في رد فعل طبعا على حكايه العرجاني دي عالي، الناس اتخضت، ايه الميليشيا؟ احنا شايفين ميليشيا بتعمل ايه حوالينا؟ انت بتعمل ميليشيا مسلحه في سيناء اللي هي على الحدود مع عدوك الاستراتيجي، ازاي؟ يعني مين مخ مين اللي قال الكلام ده؟ انهي نوع من انواع المكاخ ده؟ انما بعد شويه تلاقي نفسك انها الحكايه قلبت بتهريج. وبعدين طبعا لما مصطفى بكر يطلع يتكلم على طول تعرف ان في مصيبه. يعني هو ده الراجل ده، بسم الله ما شاء الله، ما فيش فيه اي نوع من انواع ال يعني. وبعد تعرف انا اي حاجه فيها مصطفى بكر بطمن، لا والله انت راجل عرس. هو الحقيقة أنا كده اطمنت جدا. انا انت راجل عارف ده، وانا بقول لك ده اول مصطفى البكري ما يطلع يقول اي حاجه. وبعدين ايه اللي طالعيني بيقول لك بيحذر؟ يحذر مين؟ هو ايه علاقته بالكون ده؟ ما فين وزاره الخارجيه بتاعتنا؟ بلاش، فين مصطفى رشوان بتاعنا؟ مش هو كان كل شويه بقى يشتغل بدل وزاره الخارجيه تدخل مجلس الامن؟ انت مال دين امك؟ انت بالكتير قوي جمعيه خيريه، اتحاد القبائل العربية، عملوا دولة ده وعلم وبتاع ماشي في السكة وبتاع، الدستور بيقول انه ما فيش حد يشيل سلاح الا القوات المسلحة. فاحنا الدستور بتاعنا بيقول لك ما فيش حد يشيل سلاح الا القوات المسلحة، وبتتعمل ميليشيا مسلحة واحنا بنتفرج. بيقول 4% يتصرفوا على التعليم، بنصرف اقل من 2%. بنقول 3% يتصرفوا على الصحة، بنصرف 1.1%. فيعني وده في رأيي هو أهم سبب يخلينا نبقى معترضين على أي حاجة النظام بيعملها غير دي. يعني مثلا لما يقول لك إيه، ما كل البلاد بتدي حق انتفاع لما أعرفش أي جهة خارجية علشان تدير المطارات مثلا،
انا ممكن اقبل الكلام ده في انجلترا، انجلترا مطاراتها فعلا شركات خاصه هي اللي بتديرها، أو بس كان انا ليه في انجلترا مش معترض، او ليه يعني معديها؟ لان عندهم قانون وعندهم تنظيم قانوني للحاجات دي. وعندهم برلمان وعندهم بالظبط، صحافة وعندهم نقابات ممكن جدا. عندهم توزيع للسلطات، مفيش حد فوق القانون. فكون ان انا انظم الموضوع ده واخلي حاجه خاصه هي اللي تدير المطارات، مطار هيثرو ولا مطار جاتويك ولا معرفش ايه في انجلترا، ماشي هعديها. انما تقول لي نعمل الكلام ده في مصر هقول لك، وتقول لي اصل انجلترا بتعمل هقول لك لا معلش. معلش الكلام ده يمشي في انجلترا ما يمشيش في مصر. ليه ما ما يمشيش يمشيش في عندنا مصر؟ خالص. لان احنا هي ما عندناش اي نوع من انواع الحاجه، ما عندناش اي نوع من انواع القانون. يعني الراجل بسات نفسه شخصيا طلع قال لك انت هتدرسوا حقوق ليه؟ هو شايف ان حقوق دي ويست ما اوف لهاش. تايم. انت راجل بتكسر الدستور بتاعك في اهم حاجه، اللي هو بالظبط. اهم سمه او ميزه او تعريف للدوله الحديثه، انها هي اللي بتحتكر استعمال العنف في المجتمع، طبعا بموافقه المجتمع. لما تعمل ميليشيا جنبه ما تبقاش دوله حديثه، واخد بالك؟ لما تضرب الدستور بتاعك في حاجه زي كده، يبقى لا يمكن تؤتمن على اي حاجه. ده انت لو قلت لي بكره الشمس، لو قلت لي الشمس طالعه دلوقتي، هطلع ابص من الشباك، لان ما فيش، انت مش انت ما لا تؤتمن على اي شيء، مش انت يعني، هو يا ولاد الكلب، انتوا بتعملوا ايه؟ يعني ما فيش اي حاجه محترمه في البلد. ده احنا وصلنا للمرحله دي ان حتى القوات المسلحه، اللي كان في ناس بتقول لك اصل دي العمود الاخير للمجتمع، اهو عمل لها ميليشيا جنبها. فمش دوله، مش بلد، هي مش ما فيش دوله دولة، بجد يعني. هي ما في، يعني هو الدولة بالمفهوم الحديث بتاعنا احنا اللي احنا عايشين في القرن ال21 ده فعلا ملوش وجود. يعني هو لا لا فعلا ملوش خالص، وجود. نهائي. انما تقدر تقول ان هم زي المماليك بيعملوا تحالفات مع اي حد واي حد معدي طالما هم اللي هيحكموا. هقول لك ماشي، بس ده النموذج ده عمره ما هيحقق مصلحة ال 100 مليون بني ادم ولا ال 100 وشوية ولا بني ادم. هيستمر ولا هيقدر يواجه التحديات اللي موجودة دلوقتي. يعني التحديات اللي احنا بنتكلم فيها ملهاش علاقة خالص باللي بيحصل في مصر. التحديات الحقيقية، التحديات الحقيقية اللي هي الارتفيشال، الذكاء الاصطناعي، تغيرات البيئة، الاوتوميشن بتاع العربيات، الحاجات دي كلها، زيادة السكان، انتقال التكنولوجيا، الحاجات دي كلها اللي هي الحاجات الحقيقية، المشاكل الحقيقية بتاعت المجتمعات الحديثة، احنا اولا براها خالص، ثانيا كل اللي بيحصل في مصر ده لا ما فيش بينه وبينها اي علاقة نهائي. يعني انت ميزانية التعليم بتاعتك بتنزل كل سنة، احنا بنتكلم، وبعدين انت بتقول 4% من الناتج المحلي، انت بتتكلم على دول بتصرف 14%، ومش دول غنية، ده اندونيسيا. تركيا بتصرف 8% على التعليم، 8%، وانت بتصرف 1 بوينت ما اعرفش كام. فيعني حاجة مش منطقية يعني. احنا ما اتكلمناش بقى طبعا على التعليم في امريكا ولا اليابان ولا الحاجات دي ولا الصين، اللي هي لانك انت حتى ما تعرفش تحسب الفلوس بتاعتها، لان هم عندهم شركات بتدفع وناس بتتبرع بفلوس، يعني في مراكز كامله المليارديرات الامريكان هم اللي عاملينها، والصينيين واليابانيين والفرنسويين هم اللي عاملينها، هم اللي بيصرفوا عليها علميه. احنا الاغنياء بتوعنا العرجاني بقطاع طرق ونخنوخ بلطجي افراح، هم دول الرؤوس البلد دلوقتي. يعني مش بلد فعلا بجد. فعلا الاسبوع اللي فات ده كله انا عمال ايه ده، ايه ايه ده، ازاي ده، ازاي 100 مليون بيتساقوا كده زي الخرفان؟ الخرفان ايه؟ والله ولا خرفان ولا خرفان ولا طابور نملة حتى يعمل كده. ايه ده؟ لا، ما ما هي فعلا حاجة تحزن، لأن النتيجة أنا بصراحة يعني الحاجة الوحيدة اللي محزناني إن النتيجة إن أحوال الناس، إن أنا يهمني الناس. أنا في مصر ما فيش حاجة اسمها تعيش يا مصر وما أعرفش إيه والكلام أنا يهمني المصري الطبيعي. ما تقوليش المصري اللي قاعد في كومباوند، ما تقوليش المصري اللي بيقبض
يعني انا مش قادر اقولها 100,000 دولار. هو قال كده، قال ان في ناس بتقبض 100,000 دولار في الشهر، ودي حاجه مستحيله اصلا في امريكا وفي اي بلد تاني. فهو لا هو العرجاني وولاده. اه ما ماشي، ما دول ده حتى ده عدوا تجار مخدرات. يعني الموضوع عدى تجار مخدرات مخدرات بس. مين يا عم؟ الأدوية احنا والقهوة بس. دخلنا في ليفل تاني خالص يعني. فانا شخصيا لما حد يقول لي مصر بخير، انا مصر بخير دي بترجمها ان المصريين بخير. المصريين النهارده مش بخير، وما كانوش بخير زمان يعني، لو احنا بنقارنهم باي مجتمع حديث يعني. فعشان كده انا شايف ان زي ما خالد بيقول كده، لا دولة. احنا اللي بيحصل ده ما بيحصلش في اي مجتمع حديث، بس بكل بساطة يعني، نقطة ومن اول السطر. فهو مش بس ان مفيش دولة، ان حتى الحجج اللي بتقولها الدولة دلوقتي كلام فارغ. يعني هو كل شوية واحد يقول لك ايه، انتوا بتاكلوا كتير، انتوا بتشربوا كتير، بتخلفوا كتير. يا عم لا، الارقام بتاعت الحكومة المصرية نفسها بتقول عكس كده، ان احنا الزيادة الطبيعية في عدد السكان سنة 2017 كانت 2.6 2.6% في السنة. 2023 نزلنا ل 1.4، عدد الزيادة السكانية في مصر نزلت أكتر من 1%. في الكم الراجل قطع خلف المصريين الحمد لله يعني. فحتى الحجج بتاعتهم مش سليمة يعني، مفيش دولة. وبعدين بيجيبوا اللوم علينا. أنا أول مرة يعني اشوف، والواحد بيتابع دول كتير وبيتابع اخبار في عالميه وبتاع، اشوف رئيس دوله او وزير او رئيس وزراء او مسؤولين بيلوموا الشعب بتاعهم. مفيش حاجه اسمها تلوم الشعب بتاعك، انت مش عارف تخدمه روح. ما انت اسمه يعني، انت مش بتعمل فينا جميله، انت بتقبض مرتب يعني زي لما دكتور يقول لك انت عيان. ايوه ما انا عارف ان انا عيان. انت ليه عيان؟ احمر انت، امال انا جاي لك ليه؟ طب انت المفروض ما تبقاش عيان يا ابني، خلاص ما تبقاش دكتور، تبقى جسمجي بقى، كونتارجي تاني. اي مؤسسه في الدنيا بتاخد اسمها من وظيفتها، من ادائها لوظيفتها. لما مؤسسه ما تعملش الوظيفه بتاعتها يبقى لا تستحق الاسم بتاعها. يعني لما مؤسسه زي المؤسسه العسكريه المصريه، الجيش المصري، ما يدافعش عن مصر، ونضطر ان احنا نجيب ميليشيات اعراب بشباشب نحطهم في سيناء علشان الغزو من اسرائيل، يبقى نقفل، يبقى نسرح الجيش. لما بقى ما عندكش تعليم يبقى ما لهاش وزاره مهمه، وزاره التربيه والتعليم. لما الدوله كلها على بعضها بتقول لك احنا مش عارفين نعمل حاجه لان انتوا اللي وحشين، ما لهاش لازمه. انتوا بتقبضوا مرتبات ليه؟ خلاص خلوها ماشيه كده يعني. ف ال 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 دي واحدة من الحاجات اللي الحكومة بتكذب فيها ومعيشة الناس الوهم ان هي آه ان في بردن او في ضغوط عليها بسبب اللاجئين اللي جم. والحقيقة ان اغلب اللاجئين اللي في مصر قاعدين بفلوسهم، مش ما ما بياخدوش هو حاجة من اي ورا اي الدعم. احنا، لان احنا احمد زازد احمد على طول في كل حاجه. حتى الناس حتى اللي بتفهم مش عارفه يعني ايه الفرق بين لاجئ ومهاجر. يعني انا وانت مهاجرين، واخد بالك، لكندا. انما في لاجئين فعلا، كندا بتاخد كل سنه نسبه من عدد المهاجرين اللي بيجوا لها، او بتاخد نسبه لاجئين 20,000 30,000. اذا كان في ازمه بتاخد اكتر، اخذت 50,000 سوري تقريبا او حاجه زي كده، اخذت كتير من اوكرانيا حوالي 20,000 30,000 ان سو اون. لما يبقى في ازمه، وهتلاقي في جاليات جت لان كان في ازمات ساعتها. يعني في احنا في قطوه هنا، وانت اكيد شفت الحكايه دي، في عدد كتير من الصوماليين، ان كل دول جم من، واثيوبيين جم من معسكرات بتاعت الامم المتحده لما كانوا بيموتوا من الجوع. كانت اخذت شويه اللي على قدها، اخذت شويه من الصرب والبوسنه وكرواتيا لما الحرب الاهليه في يوغوسلافيا، اخذ شويه من الاوكران، اخذ شويه من السوريين. دول اسمهم لاجئين، واخد بالك. احنا جايين بفلوسنا وبنشتغل وبندفع ضرائب، احنا اسمنا مهاجرين. لما واحد عراقي او سوري او يمني يجي مصر بفلوسه ما اسموش لاجئ، اسمه مهاجر.
لا احنا عندنا بنكره اللي لونهم اسود علشان اه بيبقوا لا ده موضوع تاني ده بقى. موضوع تاني ابن وسخ اساسا. يعني اتمنى ان الناس في مصر تدرك قد ايه يعني القذارة اللي بتحصل اللي الناس بتقولها وهي بتتكلم على السودانيين، هي حاجة قذرة يعني. يا عم احنا اتمنى 40 وانا 50 كنت عايز عام بس اقول ان حصل عبد الصفا محمود يعني. كان في ناس ولاد وسخة مصريين قاعدين في يعني سوري ساكنين في المنطقة اللي مخيم فيها اللاجئين السودانيين اللي هم غالبا كانوا جنوب افريقيا، كانوا من جنوب جنوب السودان. السودان، وما كانش عندهم مشكلة ان البوليس يخش ويقتل الناس منهم. لا لا خالص دي حاجة لا إنسانية بالمرة. على فكرة، الحكاية دي هزت ثقتي تماما في الشعب المصري. يعني هي حصلت 99 والواحد كان كبر وابتدى يقلق من المصريين ويحس ان فيهم حاجة غلط، ان في حاجة غلط في التركيبة بتاعت المصريين، ان هم مش ومحدش بيتكلم فيها كتير. يعني انت في اي مكان في العالم في مشاكل اجتماعية واخلاقية وبتاع، انما الناس بتتكلم دي ما بيتكلمش فيها، كلها ايه؟ لو اتكلمت في اي حاجة يقول لك لا احنا كويسين، احنا احسن ناس في العالم، اذكى طفل في العالم، احنا شعب متدين بطبيعته. ولا حاجة من دي صح، ولا حاجة من دي صح. احنا من اسوأ الناس اللي في الدنيا، المصريين من اسوأ الشعوب اللي في العالم بالارقام. من أسوأ الشعوب إنسانيا، لا إنسانيا وأخلاقيا. يعني الصورة دي، واخلاقيا. الصورة دي أنا لما شفتها ده انا ده كنت حزنت، قتلتني، اذتني أنا حزنت جدا، طبعا. لأن دول المفروض ناس في قرية ومعتقدهم مش على مزاجك يا أخي، عادي براحتك، يعني براحتك ما تقتنعش بمعتقدهم، بس لما هم يبقوا عايزين يمارسوا طقوس معتقدهم ده المفروض انت كمجتمع وكشعب وكنظام توفر لهم المكان المناسب اللي يمارسوا فيه طقوسهم، سواء بقى عاجبك طقوسهم مش عاجباك دي حاجه مالكش دعوه بيها، هم في الاخر شويه بشر حقهم زيهم زي اي واحد ينتمي للاغلبيه اللي في المجتمع. دي الصوره دي في قريه الفواخر اللي الناس حاولت تجمع فلوس عشان تبني كنيسه علشان لما يبقى عايزين يصلوا يلاقوا مكان محترم يقعدوا فيه. دلوقتي هما ما لهمش مكان، قاعدين زي ما احنا كده شايفين، منظر غير آدمي بالمرة. يعني انا واحد ماليش في المعتقدات الدينية، بس في نفس الوقت انا مقتنع 1000000% ان كل واحد من حقه ان هو يمارس الطقوس بتاعت معتقده، ومن حقي اداء ومن حق لو انا انسان عندي اي نوع من انواع الانسانية وبحس بغيري، المفروض أطالب بأن الناس دي يكون ليهم مكان طبيعي يمارسوا فيه معتقدهم زي بقية الناس. ما هو لا زي ما وبعدين المسلم عنده بدل الجامع 1000 جامع، من حق المسيحي انه يبقى عنده مش وده ده كنيسة واحدة، من عنده اهل كنيسة البلد، بتاعت كتيرة. ودول من اهل البلد يعني، دول عايشين دول من بره دول بس يعني. من يعني مثلا سويسرا مش عارف ما عنده، عملوا استفتاء نبني جوامع ولا نبني جامع حاجه كده، كان حصل حاجه كده حصل عليها قلق من كام سنه، قالوا لا. ايوه بقى المسلم حتى يعني انت ولاد كلب وعنصريين وكل حاجه وكل الناس بتتريق عليهم، انما في الاخر يعني اللي عايزين يبنوا المسجد ده اتراك ومسلمين مش من اهل البلد، جايين من بره يعني. ماشي ممكن يبقى لها ها تنج كده، ما دام زعلان على دي ازعل على دي، ما تقس لا احنا بكرسيهم يعني. المسلم اللي جاي من مصر ولا بالشرق الاوسط بيبقى فرحان قوي ان هو بيصلي في تايم سكوير يوم العيد، وعنده مشكلة ان المسيحي يصلي في اللي في كنيسة. الصعيد يصلي في الكنيسة بتاعته اللي في الصعيد ده عنده مش يعني، بس هو بيفرح بقى يقول لك ده ما اعرفش يا ابني غزو انت بتفرح غزوة ما غزوة مش ممكن التايمز يعني، سكوير يا مش ممكن يعني، يعني عامل على الاقل سكيزوفرينيا في الدنيا يعني. يعني يا ريت شوية إحساس كده زي الحاجة اللي ترضاها لنفسك أو تتمناها لنفسك المفروض تتمناها لغيرك أو تقبلها لغيرك، إنما تبقى عايز كل حاجة تاخدها أنت وغيرك ده يلبس في الحيطة ياخد على دماغه ومفيش مشاكل، تبقى أنت مش بني آدم، تبقى لا أنت ما ويا ريت عندكش حتى إنسانية. انت بتأيد، انت بتعملها او بتأيد يعني. يعني هو لما بيقولوا ان ما ينفعش انك تبني كنيسه، فالناس بتطلع بتدافع وبتقول لك ولا او اصله، وابن تيميه قال وابن بن باز قال وما ينفعش وينفع. ايه يا عم ما ارحمونا شويه يعني،
مش ما تبقاش الحكايه مكعبله في بعضها قوي كده. عشان كده بقول لا لك انا الصوره بتاعت الناس اللي قاعده مقرفصه دي جوه الحق ده في رايي بعض ما تعرفش بتقول قريبه ان جراش ده ولا بلاش ايه؟ بقى بلاش بقى موضوع التسامح، واصل احنا بنعيد على جارنا المسيحي اللي في العماره وبنروح ناكل وجورج بتاع ياما معرفش كان ايه و عندهم نقص في اللبن الكلام ونطلع نبوس بعض في التلفزيون. يا ريت يا ريت يا ريت نتاكل او نواجه الحقيقه ان في احتقان بين افراد الشعب كله، يعني مش بس ضد المسيحيين، ده ضد الستات وضد الاطفال وضد النوبيين، وهتلاقي ان في ناس عندها مشكله مع بتوع السينا والعرب اللي في سيوه، هتلاقي ان كل واحد شايف ان هو الوحيد اللي يستحق ان هو يعيش كويس والباقي يولع. هو ده الموقف. الأزمة الاجتماعية الاقتصادية السياسية اللي في مصر ما هتلاقي متنفس ليها في دايما في أضعف الحلقات في المجتمع. أضعف الحلقات في المجتمع دي بقى ممكن يكون أقلية دينية، ممكن يكون أقلية عرقية، ممكن يكونوا ستات، ممكن الزمالكوية، أي حاجة بقى. إنما ما لأن الوضع غير صحي، الوضع العام في مصر غير صحي. إحنا عندنا كمية مشاكل، واحنا في حاله في منتهى السوء اللي على جميع المستويات، وبنعك في حاجات غريبه، بنعك عك غير طبيعي. انا لا اتخيل ان حد يقدر يفك المجتمع المصري الفكه اللي هو وصل لها دي في 10 سنين. يعني ده انجاز. هو من الاول تعبان وبتاع، انما ده يعني لدرجه ان انا ابتديت اصدق بقى حكايه انها بتتعمل عن عمد. يعني مش معقول كده. ده مفيش تعليم، مفيش صحة، مفيش صحافة، مفيش قانون، مفيش ثقافة. اللي بيطلعها في التلفزيون كلهم مهرجين، الإعلام اللي فيه مهرجين، عالم ما بتعرفش تقرأ وتكتب، بقوا دعاة تنوير دلوقتي وحاجات غريبة جدا. يعني تخيل الشلة دي بيقول عليهم تنورين، والله الناس دي ما تخشش في ذمتي بنكلة، بشيل انت من أول التخين فيهم اللي هو إبراهيم عيسى ليوسف زيدان ابن العبيطة لفاطمة نعوت بنت لا مؤاخذة. وعلى فكرة المشكلة إن الناس دي في نظر ناس كتيرة جوه مصر، وخاصة اللي عندهم خوف من التيار الإسلامي، شايفين الناس دي فرسان التنوير. ما تخيل بقى لما ده بقى وش ده وش القفص بتاع بقى وش التنوير، القفص. ده تنوير، ده ما اسموش تنوير، ده اسمه تعريض. انت عارف انا كنت النهارده من يعني مش او امبارح حاجه زي كده، فكنت بحاول كده اقول طب احنا من حوالي 100 سنه، 100 سنه تقريبا، يعني كان في عندنا في مصر مين؟ كان في عندنا في مصر احنا 2024 1924 يعني بعد الدستور بشويه، كان في عندك طه حسين، احمد لطفي السيد، وفي الحكيم كان لسه صغير، العقاد كان ابتدى يكتب، احمد امين كان ابتدى يكتب. يعني يا خبر اسود، ده اي واحد فيهم مكتبه، يعني عمل مكتبه وعمل قلبانه. تخيل يوسف زيدان بيقارن نفسه بطه حسين. ده بيقول لك انا احسن منه. هو طبعا هو والسواح بيعقه طبعا، يعني ما هو بعد كده قال لك انا كنت بهزر وانتوا اقتطعتوا الكلام من سياقه والكلام الهجس ده، بس هو يوسف زيدان ده هو هو عمل كل ايه؟ ما حد يسيرها عزازيات. يقول لك كانوا بيهزر. هو عمل ايه اصلا غير الروايه بتاعت عزازيات دي ولا ما عزازيات مسروقة يا اللي عم، هو اصلا مسروقة. سرقها؟ ومش يعني هو مش جايب حاجه من مش عنده، جايب ده حاجة من قصه عنده. فاتيه، ومحسسني ان هو جاب التايهه، يعني هو ما جابش حاجه اصلا. ويعني بيقارن نفسه بطه حسين. طه حسين ده يعني ده يعتبر واحد من الليجندز بتاعت مصر، يعني واحد من الرواد في مصر، رواد المفهوميه. الراجل ده جاي من الصعيد، راح على فرنسا، رجع متنجر، قال لك كل اللي انتوا في مصر فيه ده في بلح يا جماعه، يعني الراجل ده قاله من 100 سنه. يعني يعني وبعدين لما تلاقي شوف تأثيره في ايه بقى. يعني هو اللي قال التعليم كالماء والهواء، الهواء ماشي، وهو اول واحد مش عبد الناصر هو اللي عمل التعليم مجاني، مش عبد الناصر، عشان بس اصل الناس بتقعد تقول لك عبد الناصر خرب عشان عمل. لا، سنة 50 هو اللي عمل التعليم مجاني، كان الابتدائي هو وصله، خلاه الثانوي وفضلت الجامعة بمصاريف. واحد زي احمد لطفي السيد ابو الليبراليه في مصر والكتابات بتاعته،
احمد امين الكتابات بتاعته الاسلاميه ماشي، الراجل كان بيحاول انه يعيد بتركيب العقل المسلم and so on. دول عم قاسم امين اللي قال لك احنا عايزين الستات تخرج وتتعلم وتشتغل وبتاع. دلوقتي في ناس تقول لك لا، الست مكانها البيت. احنا يعني بنتدهور، او الفكر في مصر او الوعي الجمعي في مصر بيتدهور بشكل مش طبيعي. وانا اللي عايز اقوله ان لما حد عايز ياخد لقب مثقف النهارده، ما ينفعش يبقى مثقف من غير علم. يعني مثلا انت لما تقعد مع اي حد مفكر او انتلكشوال في امريكا او اوروبا وبتاع، ما ينفعش يقعد يكلمك في امور فلسفيه كده في الهوا، لازم يتكلم بكلام علمي. يعني لازم يبقى عنده فهم ليه، ازاي المخ بيشتغل، علم النفس، علم الاجتماع، التطور، بيبقى عنده فكر اصلا، معلومات عن الكوانتم فيزيكس. بيبقى لما يجي يتكلم معاك، يعني دانيال دانت اللي هو توفى من اسبوعين ولا حاجه، ده واحد من الناس المشاهير في امريكا، يعني اللي ما يعرفوش الراجل ده، لما بيجي يتكلم في اي امور فلسفيه بقى، يتكلم على حريه الاراده، يتكلم على ما اعرفش اي نظام سياسي، اي ما اعرفش ايه، لازم يتكلم من منطلق علمي. احنا عندنا الناس دي العلم ما يعرفوش عنه حاجه ولا في دماغهم اصلا. يعني ومره تانية، علشان نقول ان في شخص تنويري، ما ينفعش يمسك حاجه واحده في حياته كلها ويقول لك هو ده وخلاص. لما نحل الاصل، المشكله في مصر مشكله دينيه يا فرحتي. يعني انت لما تخلي الناس دلوقتي تسيب الدين خلاص كده المشكله اتحلت؟ ما مش هتتحل. هي هتتحل لما السياسه والاقتصاد يظبطوا والمشاكل الاجتماعيه دي نواجهها ونتكلم فيها ونتناقش فيها ونقول الراي والراي الاخر، والافكار تتصارع مع بعض علشان نوصل لحاجه في النص تبقى مقبوله لاغلب الناس. انما ما فيش اي حاجه، يعني ماسك لي في الدين ومحسسني ان هي مشكله مصر كلها في الدين، يقول لك اصل احنا ما نقدرش نعمل تغيير سياسي طول ما الناس دماغها خربانه. ما يا عم اوروبا عمل التغيير السياسي ده ودماغها كانت متنيله بنيله، ما يعرفوش الالف من قوس الدر. جاب عليك انت بقى اللي انت لازم تنورهم الاول علشان تغير سياسيا. وبعدين هو مين اللي هيسمح لك معلش اساسا؟ انك تنوع يعني. لا هو برضو يعني هو انت مسميهم التنويريين بناء على فلاسفه التنوير اللي كانوا في اوروبا في القرن 17. طب ما نشوف دول كان مين. بالظبط، دول ما يجوش اللي موجودين النهارده، ما يجوش نعل جزمه في رجل واحد لا نعل جزمه. سيبك انا من ده بتكلم يعني. بجد. لا ما انا عارف يعني تخيل فولتير ولا جان جاك ما انا كنت روسو لسه مثلا. هقول لك، انا هقارن فولتير ومونتسكيو وجون لوك بالجماعه دول وديفيد يوم والناس دي بالبعر ده. لا طبعا، انما انا قصدي الكاليبر، مش الكاليبر حتى، دول كانوا بيتكلموا في ايه؟ يعني واحد زي فولتير او مونتسكيو او جون لوكا يعني كانوا بيتكلموا، مش يعني كان بيتكلم في نظريه المعرفه مثلا. واحد زي جون لوك بيتكلم في نظريه المعرفه ومنها بيوصل لاراء سياسيه متفتحه، واخد بالك؟ ان واحد زي فولتير كان بيتكلم عن استعمال العقل وبيوصل منه لافكار دينيه متفتحه and so on. فهي الحكايه مش ان انت بتقول ايه، انت بتفكر ازاي، يعني انت ايه الاساس بتاع التفكير بتاعك، انت عايز توصله لايه. انما ما انت ممكن يعني ان انا بمسك كتاب، هو اللي بيمسكوه ان هم بيمسكوا التراث بتاعنا اقول لك غلط. طب ما انا عارف انه غلط، غلط ليه؟ ما انا عارف انه غلط. هو للأسف أغلب الناس مش مقدرة قيمة الفلسفة. يعني أي نظام سياسي على فكرة في أي حتة المفروض يكون مبني على فلسفة ما. الفلسفة دي هي اللي بتشكل المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. يعني ما اسمه إيه بتاع الراجل الأيرلندي اللي هو بتاع الاقتصاد، ميثيوم كينز، لا القديم اللي هو قال ادم لك سميث، سلسلة الإنتاج وخطوط ادم الإنتاج. سم ادم سميث آدم سميث. آدم سميث ده عنده، يعني عنده فكرة، الفكرة دي من بسببها طورت الإنتاج. يعني زمان كان كل واحد مع نفسه كده بيعمل، يفتح محل حدادة ويعمل اللي هو عايزه. بعد كده الراجل ده يعني فكر في حاجة جديدة، خلت يبقى في مصانع وفي صناعة وفي حد بيعمل حاجة متخصصة، والحاجة المتخصصة دي بتركب على حاجة تانية فيطلع لنا حاجة أكبر.
مش ورشة حدادة ولا بتاع واحد عمال يدوس على يطرق على الحديد وخلاص. ده الموضوع كبر قوي هو كان كبر ومحتاج ان حد ينظمه، بالظبط. يعني ما هي يعني هو ال 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 الاقتصاد ابتدى يكبر، فمحتاج، طب ماشي اهو كبر اهو، فاحنا محتاجين بقى ننظمه بقى، محتاجين ان احنا نشوف له فلسفه، نشوف له تركيبه انه يخش في بعضه، يعشق في بعضه ازاي، السلاسل الانتاج الربحيه and so on. فهو لما انت تقول تنويريين، انا لا تسالني يعني جان جاكرو، وانا مش عارف، متاكد مش متاكد مين اللي قال العقد الاجتماعي، اللي هو في عقد اجتماعي بين الشعب والنظام. ده مونتسكيو، انا تالي جان جاك روسو يتهيألي. واحد منهم. واحد ده طلع بحاجه جديده، يعني ده طلع بحاجه جديده اتبنى عليها بعد كده. ولو واللي مش عارف، مثلا امريكا العظمى اللي انت شايفها دلوقتي، من اهم الناس اللي عملوا امريكا او شكلوا شكلها هو اسمها توماس جيفرسون. والمكتبه بتاع توماس جيفرسون دي كانت كلها مكتبه مليانه بمؤلفات الفلاسفه بتوع عصر الانوار في اوروبا. يعني الراجل ما قالوش يلا بينا نعمل دوله، فابتدوا من فراغ، عندهم اساس من فلسفه هو التنميه. اللي هو اكتر، يعني هي التجربه كلها الامريكيه مبنيه على الكلام بتاع جون لوك ومونتسكيو وديفيد هيوم الى حد كبير، والناس دي، لان كانت ساعتها المجتمعات بتتشكل، فهم شكلوها بناء على الافكار دي. يعني الاباء المؤسسين كلهم بدون استثناء فلاسفه، بدون استثناء فلاسفه بمعنى مفكرين، ناس بتفكر. ممكن يكون فين ومنهم جورج واشنطن مثلا، راجل عسكري بس بيفهم، بدليل ان هو لما جم قالوا له تعالى انت انزل انتخابات المره الثالثه، قال لهم لا، هم مرتين كفايه، احنا عايزين نعمل حاجه جديده، مش هنعملها ملكيه، هم مرتين اتنين بس، رئيس الجمهوريه مرتين اتنين ونجيب واحد تاني. ده اول رئيس جمهوريه امريكي، وكان ساعتها الناس بتحكم لغايه لما تموت، قال لهم لا، لانه بيفهم، واخد بالك. جيفرسون فيلسوف، اسمه ايه ده، سمول اسمه ايه، الباقيين كلهم فلاسفه، المجموعه بنجامين كلها فرانكلين على بنجامين فكرة، فرانكلين، الفيلم بتاعه فلاسفه، ناس بتفكر وناس بتقرا وناس قاريه وناس فاهمه وناس عارفه. فهي هم دول التنويريين، هم دول، مش ان واحد يقول لك متفق عليه او مختلف عليه، او يطلع ان هو يقول لك صلاح الدين ابن كلب، ماشي موافق، ليه؟ ما احنا موافقين، ليه؟ عمل ايه غلط او عمل ايه صح، او بناء على ايه، انت ايه بتقيس على ايه بالظبط يعني. ف وعشان كده انا الحقيقه ببقى مهتم، او يعني انا شخصيا ببقى مهتم اعرف اصول الحاجه جت ازاي. يعني مثلا المحاضرات اللي انت بعتها لي بتاعت العداله و what is the right thing to do بتاعت هارفارد، فهمتني يعني ايه نعمل قوانين، ويعني ايه نفكر ازاي ننظم المجتمع، وازاي نحط القوانين دي بحيث ايه الفلسفه بتاعتها. هل الفلسفه بتاعتها الفلسفة الأخلاق مثلا؟ يعني دي يعني أنت عندك في مصر يقول لك الفعل ده حرام. يا عم طب فهمني، هو أنت إيه البوصلة بتاعتك؟ يعني إيه أنت بتستخدم إيه علشان تحدد إذا كان ده حرام ولا مش حرام؟ النص النص. طب ما في حاجات النص مش موجود، يقول لك لا هنقيسه على حاجة شبهها. قيس على حاجة تانية شكله، فيبقى العالم كله بالنسبة لك بالشبه، الحاجات الجديدة كلها بالشبه. الفايدة بتاعت البنك لا ربا، لا يا عم مش ربا، ده حاجة تانية خالص، والمشكلة ان والشبه انت هو لو عملت أساسا. نفس النظام ده سميته حاجة تانية، يعني يقول لك ايه مثلا في الناس اللي عايزة تشتري بيوت في امريكا واوروبا وكندا وبتاع المرابحة، والمورجج. يعني انت دلوقتي هنا بتاخد البيت ب 500,000، بتاخد انت معاك 100,000 مقدم، بتحط ال 100,000، يبقى انت ناقص لك 400,000، فالبنك هيديك ال 400,000 بفايدة 3% 5% اي فايدة. فانت هتقسط ال 400,000 اللي فاضلين للبنك، والبنك هياخد نفحته في الليله دي. تمام، في ناس يقول لك لا ده ربا حلو قوي، فنعمل ايه؟ البنك يشتريه ب 500 ويبيعه لك ب 600، ويقول لك قسط لي ال 500 الباقيين، انت حطيت ال 100 الاولانيين والبيت كان ب 500، يعني انت كان المفروض عليك 400. لا البنك يقول لك انا اشتريته ب 500 وهديه لك ب 600 بقسط من غير فايده، فانت كده تبقى مبسوط. ما انت دفعت 100,000 دولار زيادة يا اهبل. ما هو هي اللي هم اللي كنت عارفه ايه، هي بالظبط. هو بيحسبها، هو بيحسبها، هو بيقول لك انا هاخد منه 100,000 دولار
فوائد، فانا هحط دول على ثمن البيت واقول له خد يا عم انا مش هاخد منك فوائد، قسم لي ال 500,000. هو بيضحك على، ما اعرفش، بيضحكوا على ربنا. ما انا ما نفهمش. لا، وتلاقي ناس موافقه. يعني انا واحد مش صاحبي، واخده بزغراته. انا واحد صاحبي اتعرض عليه الفيلم ده، اتعرض عليه ان هو ياخد البيت ويبيعه لواحد تاني. يعني واحد عايز يشتري بيت بس مش عايز يدفع للبنك، فقال له انت اشتريها، يعني خد انت بقى اللون، اعمل اللي انت عايزه وبيعه لي بسعر اعلى، وانا اقسط لك الباقي، او انا اقسط لك على السعر العالي. وهو شايف ان كده مش غلطان. يعني هو، انا عايز اعرف، هو زي ما انت بتقول كده، هم فاكرين ان هم بيضحكوا على مين؟ يعني هم بيضحكوا على مين؟ ما تفهمش. فهو الفكره ان احنا النهارده عايشين في القرن ال21، فلما تيجي تتكلم في اي موضوع لازم يبقى عندك خلفيه كده، او عندك بيز تشتغل من اساس على اساسه. مش تقول لي اصل ربنا قال كذا. يا عم ربنا قال كذا وانتوا بتقولوا مش شرط انفذه. يعني انت في حاجات كتيره قوي ربنا قالها والنهارده مش بنفذها، اشمعنى بقى؟ في حق، يعني يقول لك العبوديه كانت كويسه زمان، دلوقتي اي حد لو قال عبوديه هنقول عليه متخلف. بس هو موجود في الكتب، موجوده بقى في المسيحيه، وموجوده في اليهوديه، وموجوده في الاسلام، وما حدش يقدر ينكرها. والناس دي كلها كان عندهم عبيد لغايه فتره قريبه، ولما جت الحركات التحرريه تتكلم طلعوا لهم بالكتب المقدسه، قال لهم اه العبوديه حلوه في عندنا. فانت النهارده لغيت العبوديه، اشمعنى بقى ماسك في شويه حاجات تانيه ما تعرفش؟ وهو هل الموضوع على مزاجك ولا على مزاج مين؟ يعني انت عندك مثلا موضوع استفت قلبك. انا هدخلك في شويه حوارات متخلفه. واحد بيقول لك استفت قلبك ده مش للناس العاديين، احنا بس، احنا كشيوخ او علماء في الدين، احنا اللي نستفتي، انما انت تسمع مننا وخلاص. انا عايز اعرف هم يعني برضه هو ده برضه واحد بيفتي، ما هو ده امين الفتوى اصلا. امين فتوى بيطلع منه حاجات جميله جدا اليومين دول، يعني الراجل ما اعرفش جايبينه يفتي في اي حاجه، بيقول حاجات غريبه جدا. ومش هو ده بتاع الجن بينط على البني ادمين ويخلف منهم وبتاع؟ هو اختلف الفقهاء في الموضوع ده، لان هو بيقول لك الجن ممكن يراقب الزوجين لو بيمارسوا الجنس في الحمام. انما في المطبخ مش مشكله. لا، في المطبخ مفيش مشكله، في الاوضه الحمد ممكن، لله. بس في الحمام حذاري، يعني علشان مش عارف هو هيعمل ايه لما يتفرج. يعني هو يعني الجماعه بتوع خش عليا خش اللعبه تحت الدش دول لا يعني. لا خلاص مفيش كلام. لا تمام. لا، وتلاقي هرتلة. يعني مثلا واحد يقول لك ايه، على فكرة فرعون موسى ما كانش مصري وكان اسمه وليد. انا عايز اعرف هو عايز ايه وليد دي؟ انا وليد عايز اعرف هو بيعرفوا الحاجات دي منين، يعني المعلومات دي. الحاجات دي اصل هو في مجموعه كتب مفروض انها من التراث الاسلامي اتكتبت بالعربي من اول ابن اسحاق وانت جاي كده، والطبري وتاريخ الطبري والجماعه دول هم ترجموا اللي كان موجود ايامها، يعني عارف، واللي كان موجود ايامها كان ركام من التاريخ على الاساطير على الحكاوي على بتاع، فلما يتزنق في اسمه يروح مسميه اسم اللي يعرفه، يعني ما هو هيبقى اسمه يوليوس قيصر هيسميه قال لك نعمان مثلا او اي اللي يعرفه، فلا طبعا يعني وده استاذ بجامعه الازهر لما انا كنت الراجل ده على فكره في ناس بتعتبره راجل وسط متفتح. غريب، ما بس هو كله بره. انا كنت بشوفه، يعني انا بطلت، يعني ما بعرفش هو بيطلع امتى، بس عامه يعني لما كنت بتفرج على عمرو اديب في حقبه من حقب الزمان العتيقه، كان بيطلع يقول لك انت الموضوع ده في ناس قالوا كده وفي ناس قالوا كده، انت اعمل اللي انت عايزه. احا، طب انا كده استفدت من وبعدين ايه؟ لا وبعدين فرعون لم يكن مصريا واسمه وليد، هو في فعلا من الاسر المصريه اللي حكمت مصر مش مصريين، يعني في من في من ليبيا وفي من السودان. اثيوبيا وفي من السودان وفي من ميديا اللي هي الاناضول في جنوب، وفي من ليبيا، في ناس من ليبيا. في اسره كامله من ليبيا وفي اسره من السودان وفي اسرتين حتى اخناتون، بيقولوا اخناتون وتوت عنخ امون والعيله دي ان هم مش مصريين، ان هم اساسا من ميديا من اللي هي الشام، واخد بالك، حتى الصور بتاعتهم ان هم شقر.
الله اعلم، انا ما شفتش صور شقر يعني ولا حاجه، انما انت ركبت عليها موسى منين؟ اذا كان الراجل بيقول لك ما فيش اي دليل انه كان في حاجه اسمها موسى ولا خروج ولا الاسر الكام مليون اللي تقوا في سينا 40 سنه دول والكلام ده كله، اللي يا اخوانا الاسرائيليين غربلوا سينا وفلسطين، غربلوها بمعنى الكلمه، ما فيش فيها اي دليل على الكلام ده، اي ولا دليل حاجة، حتى اركيولوجي على الدليل على الكلام ده، ما فيش أي حاجة وكل ما يلاقوا حاجه يقولوا يطلع بعديها بشويه انها لا الكلام ده ما حصلش يعني. يا عم، ما فيش حاجة من اللي مكتوبة في أي كتاب. فانت خدها، انت خدها كده ايه، سكرانس كده ولذيذه كده وحكاوي وحاجه كده تقراها زي اساطير اليونانيه او الاساطير الهنديه، ممكن جدا ان انت تتعلم منها حاجه، لانها في الاخر التراث الانساني غني يعني، انما ما تقفش قوي في كل كلمه وكل حرف وكل حدوده يعني، كل ما حد يكلمها يقول له ايه اللي ما حصلش؟ لا هو اللي حصل مدام. يا عم اتنيل بس، على ما زي الخناقات اللي بتحصل عند اخواننا بتوع اسمه ايه ده؟ النشوء والارتقاء، الاثنين كل ما حد فيهم يكتب مقالات التانيين يخشوا يقولوا يا ابني طب خلاص عرفنا الكام آية اللي انت بتقولها، خلاص اخلص بقى يعني، موف اون وخلينا احنا نتكلم بقى يعني. يعني انا بقيت اقول لهم يا جماعه خلونا نتكلم، خلونا نفهم الراجل بيقول بمناسبة ايه. الناس بتوع الايفولوشن دول بيعملوا حاجتين ضد بعض. بس يقول لك في الحاجات الدينية، لما واحد يقول لك الحاجات دي ما حصلتش، يقول لك هات الدليل انه ما حصلتش. ويقول لك طالما ما فيش دليل يبقى احتمال انها ماشي حصلت. موافق، اه موافق. ماشي. طيب دلوقتي نمسك التطور. احنا كل المتخصصين في الموضوع ده وفي العلم ده بيأكدوا ان التطور حقيقة، وان بدل الدليل في مليون دليل. يقول لك لا، الكلام ده مش منطقي. يعني مش منطقي، ما حسسني يعني ان واحد مسك عصاية وشق البحر دي اللي منطقية يعني. المنطقية يا يا عيني عم حسبنا ان في واحد كان معاه عصاية ضرب بيها البحر فتشق، لا تقول لي وبعدين ايه، ما فيش دليل عكسها وتيجي لما عند المكان. لما تحسبها في العهد القديم يطلع يبقى طلع من مصر مش عارف نص مليون عبراني تاهوا في سينا 40 سنة، ازاي ده لو وقفوا جنب بعض يا عم الكلام ده ولا ايه؟ انت لو فتحت جوجل وقلت له عايز اروح من القاهرة لتل ابيب مثلا، هيقول لك الموضوع ده ياخد ست ايام مشي. انت ممكن في اليوم تمشي لك مثلا 40 كيلو عادي يعني. على فكرة دي حاجة سهلة، مش حاجة صعبة يعني. وانت بتمشي في الساعة مش عارف 5 كيلو باين ولا ايه الخطوة، خطوة لو انت الحاج ماشي يعني. بالراحة 5 كيلو بالراحة، لا انا هيبقى كيلو واحد بس، هو لو حلو انت قوي وراك مشوار يعني هتعمله مش هتقعد تتحنجل يعني. فالناس دي المفروض طالعة من مكان رايحة مكان تاني. اللي وراهم جيش لا، الفكرة اللي بقى، الفكرة العلمية المثبتة وتاريخيا المثبتة، ان المصريين كان ليهم وجود في سيناء وفي الشام وقتها. رايحين فين؟ جايين منين رايحين؟ يعني اللي يقول لك ان الفراعنه ما كانش، او يعني المصريين القدماء ما كانش ليهم تواجد في المنطقه دي، لا، ده كان عندهم زي مراكز مراقبه على طول على الخط، الحدود ومحطات وعلى بتاعت طول الخط قوافل في سيناء، يعني طول لغاية البحر فوق. الابيض دي لغايه فوق بالظبط، لان هم بني ادمين كانوا محترمين بيحافظوا على الامن الداخلي بتاعهم، فكانوا مهتمين بأي حد خارج المنطقة بتاعتهم، مش زي النهاردة اللي احنا ماسكين في ربع كيلو ولا نص كيلو ولا 2 كيلو، ونقول لك هو ده الحدود بتاعتنا، او يعني هو ده اللي احنا لينا فيه. انا والنبي ما تفكرنيش احسن، انا دمي زعلان جدا، دخلوا ممر فيلادلفيا، فطلع ممر فيلادلفيا ده يا باشمهندس طوله 16 كيلو ماشي، عرضه 100 متر، عرضه 100 متر يعني لو خمسه مسكوا ايدين بعض كده يجيبوه من اوله لاخره، اللي عرضه 100 متر ده، انت شفت الصوره بتاع دبابه واحده اللي معديه فيه، لانه عرضه ما شالش دبابتين جنب بعض. انا قلت ممر فيلادلفيا يعني بقى ده ممر بقى يعني حاجه كده زي ممر بهلر مثلا ولا حاجه، والله العظيم احنا اه، ما بقول لك انت فعلا حرفيا ما فيش حاجه في مصر معموله صح او ماشيه صح.
ما او فيهاش ماشيه بمنهج متسق كده مع ذاته. يعني انت ما فيش ما فيش، يعني ما انا فيش فعلا ما فيش طبطين ما بالظبط، فيش انا طبطين واحد اتعلمت دخلت هندسه للاسف يعني، فتعلمت يعني ايه لوجيك، يعني ان انت تحط قاعده والقاعده دي تمشيها بقى، يعني تطبقها في اي مكان، انما ما ينفعش اخد القاعده وعكسها واطبقها دي مره ومره تانية اطبق عكسها، ما ينفعش. يعني احنا دلوقتي اي حاجه في الحياه المفروض يبقى عارفين اساسها، احنا بنعمل ايه وجايين ليه؟ بنعمل ايه ليه؟ ليه؟ ما لازم يكون في سبب، مش اللي هو احنا يعني من ضمن الحاجات اللي للاسف اهالينا ما تعلموهاش، يقول لك احنا اتعودنا على كده. يعني ايه اتعودنا على كده؟ اتعودنا على كده ده مش اجابه. مش إجابة أساسا هي ممكن تكون مريحاك ان احنا بنعمل زي اللي قبلينا، دي حاجه مريحاك، او انت اتربيت على حاجه فعايز تستمر بيها وتخلي عيالك يعملوها لان الكلام تبدع ده فيها، بس ده مش الكلام ده حق. انا افهمه لما كانت الدنيا زي ما هي، يعني كان مثلا 4 5 اجيال ورا بعض ما بيحصلش اي تغيير في اي حاجه في ولا حاجه خالص. انما لما يكون الزمن بيجري لدرجه ان واحد زي حالاتي يعيش انهيار امبراطوريتين ويشوف اول مره يشوف الفاكس ماشين، اقول سبحان الله لغايه لما وصلنا للبتاع السخامه ده اللي بقى عامل زي اللي فيه كل حاجه، يعني الدنيا بتتغير بسرعه جدا، فما ينفعش اسمها احنا كنا عايشين كده وهي كده تمشي. يعني المهم احنا نتكلم أنا قبل ما نخش على الفقرة الرياضية، عشان أنا أكيد في فقرة رياضية، بس أنا عايز أعرض صورتين، واحدة اللي أنت شايفها دي، القاهرة. دي المفروض القاهرة من فوق، تمام. يعني دي يعني أنت لو لقيت حتة خضراء يبقى في يعني واحدة بتبيع جرجير هنا اهو. ممكن يعني ممكن تلاقي سوق كده ولا حاجه فيه حتتين جرجير طالعين بالسور. في نفس الوقت لو انت بصيت على عاصمه كندا من فوق هتشوف المنظر ده، خضرة بس. خضره وشويه مباني. والغريب ان انا اعرف ناس كتيره مهاجرين من مصر بيشوفوا ان الاخضر ده ويست اوف سبيس. مش بس ويست اوف سبيس، ده انا في واحد النهارده قال لك ده يعني حاجه ممله، قال لك ده حاجه ممله، بلد ممله. الناس دي فاكرين الاسمنت بيعمل انا ما 30 رضيتش ارد ضغط. عليه لان كانت عند واحد صاحبنا، يعني كان بيرد صاحبنا ده بيقول ان احسن حاجه في كندا هنا ان انت لو خرجت انت ساكن في اي حته في كندا في اوتوا، خرجت مشيت 100 متر بالكتير هتلاقي نفسك في بارك، فتمشي في وسط الخضره وبتاع. هو رد عليه قال له بس دي حاجه ممله، لما دي مأساة والله، يعني يعني فما عرفش اقول له ايه بقى، ايه لا اللي هتقول له ايه، مضايقك. ما يعني انت عندك لما كان عندنا زمان حدائق انطونيادس وجنينة الحيوانات والحاجات دي والمنتزه، الحاجات دي في اسكندرية راحت. انت فاكر الصوره بتاعت ميدان الحجاز؟ شوف ميدان الحجاز بتاع مصر الجديده كان عامل ازاي، كان كله بقى كله كباري دلوقتي. كباري واسمنت. احنا غالبا اخترعنا اسمنت بيعمل تمثيل ضوئي ولا انا مش عارف. لا بس هي بس هات لنا والنبي صورة القاهرة تاني، لأن ده مش مدينة، دي يعني ده مش منظر مدينة، لا يعني دي مش منظر مدينة، لا لا بس هي كده لا ده مش مدينة، يعني دي يعني كارثة. أنا مش شايف ولا شارع مستقيم إلا اللي في النص ده، ما ده تلاقيه شارع مثلا غالبا ممكن يبقى صلاح سالم مثلا، او لا ده فيصل مثلا ولا حاجه. ممكن ما يعني بغض النظر، بس هو شارع هو وبعدين شارع واحد بس والباقي واليمين كله بقى وشماله غابه. في خرتقة. يعني انت متخيل الجيش الاسرائيلي اللي يمكن يدخل هنا هيروح لا فين؟ ما هو اه ما هو اه هم هم هيروح فين؟ لا لا هي من الناحية دي اطمن، ما فيش هيروح فين هنا؟ هيخش يعمل هم ايه بقى هنا؟ عملوا له الواسع بقى في المدينة الإدارية الجديدة. العرجاوي وسعها له بقى أي مدينة السيسي بقى. انا بس في خبرين قبل ما نخش برضو على الرياضه. تمام. الباسبور المصري طلع اوحى، يعني ما مش مأول 220 دوله في امريكا في افريقيا، يعني تخيل ان مثلا تنزانيا بتدخل بلاد اكتر من مصر الباسبور التنزاني. تخيل انا تنزانيا دي رحتها في الثمانينات، كنت قاعد في قريه ما فيهاش كهرباء،
يعني كانوا عاملين محطة توليد كهرباء خاصة بالقرية دي علشان الحكومة مش موصلة كهرباء. انت الحكومة شفت، انت شفت ان احنا دلوقتي في كندا هنا انت بالباسبور المصري ما تعرفش تخش مصر؟ ايوه انت خدت بالك؟ انت عارف الحكايه ايوه دي؟ اه انا عارف يعني كويس. بتقول لي ما تخش، لا ده انت بالباسبور المصري بتخش مصر. ايوه ايش يا معلم، المهم مين اللي هيكسب بكره، بايرن ولا ريال؟ انا بحب الريال بصراحه، بحب انا طريقه بحب، لعبه انا ما بتاعتهم. بحبش الريال وعايز هاري كين ياخد بطوله، بس المشكله ان انا عايز بروسيا ياخد البطوله. ايش يا زعيم، حلقه قويه كالعاده، وشكرا يا جماعه، ونشوفكم على خير الاسبوع الجاي في احنا بنضيع وديع مع الزعيم ابو فارس خالد كاف. سلام.